السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. النهاردة بقى ايه؟ نعمل فيديو جميل. النهاردة هنعمل حاجة كلنا بنحبها وفي نفس الوقت هي اطفالك بيحبوها. هنعمل ايه؟ قبل ما اقولك بقى هنعمل ايه النهاردة، يلا بقى حطي لي اللايك، ولو لسه جديد عندي في القناة تعملي اشتراك وتفعلي زر الكل عشان يوصلك كل جديد. النهاردة بقى هعمل ايه؟ رز بلبن. رحت بقى جبت كيلو لبن وجبت فانيليا وجبت نشا وسوداني بقى وجوز هند بقى وزبور، الحاجات دي كلها عشان نعمل رز بلبن حلو كده لأولادنا، وفي نفس الوقت ايه بيبقى بتاع البيت بيبقى طعمه جميل. هنعمله في البيت بطريقة جميلة وسهلة وفي نفس الوقت ايه زي محلات بره وأحسن كمان. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، ده رز كنت انا ايه غسلاه عشان خاطر ايه هحطه في الميه. وبعد كده بقى ايه، بصوا جبت هنا ايه، بصوا بقى انا جبت كيلو لبن، كيلو لبن اللي هو بخيره، وجبت الطبق دوت كان عندي سوداني، وكنت طحنه السوداني والسكر في الكبة عشان خاطر كنت بعمل جلاش متبقى عندي، وكان فيهم شوية زبيب وجوز هند وكده، قلت بقى ايه احطه على الرز بلبن من فوق. وجبت كيس فانيليا عشان خاطر ايه اعمل بيهم الرز بلبن. وطبعا لازم نعمل بقى ايه في المية كده شوية نشا عشان خاطر يخليه يمسك. هحط بقى هنا معلقتين كبار هحط معلقتين كبار نشا، يعني ونص كده. انا كنت بقى لسه بعمل الاكل بتاعي، فكان ايه عندي مواعين، فقلت بقى اغسلها وانا بقى ايه واقفه كده، قلت بقى اغسلها وانا واقفه كده في نفس الوقت ايه يكون الرز اتعمل، فاعملهم بسرعه. وبعد كده اروح بقى ايه عامله الرز اللبن بتاعي برضو ايه اغسل المواعين وكده. فقومي اعملي حاجة حلوة لولادك يلا عشان قدر تفرحيهم. انا بقى بابا خلص الدرس بتاعه طبعا، فقال لي اعملي لي رز بلبن، فحبيت بقى افرحه كده لو اني مش قادرة اقوم. صدقوني بنام من الصبح كل يوم سبب مهرقين، فقلت لا لازم اقوم اعمل وكده، وفي نفس الوقت اتشجع واشجعكم وتحطي لي ايه بقى لايك. ابتدى بقى ايه يغلي اهو، وبشكر كل الناس اللي عندي الجديدة والناس اللي بتكتب تعليقات حلوة، ربنا يا رب يخليكوا ليا وقناتي بتكبر بيكوا، وده شرف كبير اوي على دماغي ان انتوا تبقوا عندي في القناة. هخلص بقى واغسلهم وهو بيغلي، وبعد كده بوريك هنعمل ايه احلى رز بلبن. متنسوش بقى اللايك. بصوا بقى انا خلاص خلصت المواعين، وحطيت شويه نشا هنا عشان خاطر خلاص هصبهم على الرز بلبن. انا جايالك اهو، حطيت النص كيلو، بعد كده هرجع اكمل.
بص بقى، رحت جبت معايا مين؟ جبت مورا ايه، كانت عماله تعيط، فرحت ايه خدتها، قلت عشان ما تفضلش تعيط وكده، في نفس الوقت ايه مش هتسقط طول ما انا مش معاها او مش شايلها، مش هتسقط. هي على طول عايزة حد يبقى شايلها كده عشان تسكت. ينفع كده؟ وبرضو ايه هحط كيسين فانيليا، اللي هي الفانيليا دي اللي هي بتاعتنا العادية، عايزة بقى تحطي 2 تحطي 3 اللي انت عايزاه، وفي نفس الوقت كل ما تكتري من الفانيليا هتديكي ريحة حلوة، يبقى طعمها جميل. وانا بقى ايه هحط ايه نص كيلو سكر الا كده، وافضل برضو كده ايه اقلب. وشوية كده بقى وارجع لما يعني يخلصوا. بصوا انا خلاص خلصت، دي بقى الاطباق بتاعتي اللي هي كانت فين في النيش، طلعتها، ده اللي هو الطقم الصيني بتاعي، اول مره النهارده افرط واطلع منه. بص بقى انا خلاص كده خلصت، هحط بقى ايه الرز اللبن بتاعي، سخن ومولع، عايزه اقول لكم لو اتدلع على اي حد يعني. كل ما تكتري فيه اللبن وكتري فيه الفانيليا يبقى طعمه جميل. بصوا بقى انا كده خلاص خلصت، استنيته يهدى شويه لان كان سخن وكان هيلسعني، فقلت بقى ايه اوريك الشكل الجميل ده بقى في الاخر وانا بحط عليه الحاجه. بصوا بقى ده اللي هو السوداني والسكر، حاطه بقى عليه سوداني وسكر وجوز هند وزبيب، ولو عندك فانيليا وكترتي هيبقى ريحته جميل، ولو برضو كتر اللبن فيه بيخليه جميل. بصوا الجمال، انتي بايدك قادره تعمليه في البيت وتخليه زي العسل، احسن من اشهر محلات فيك يا مصر. ستات العسلات المصريات تعمل احلى الاكلات وانضف الاكلات بايديها، وبعدوا عن اكل الشارع، اكل الشارع كله مكروب، بالذات احنا داخلين على الشتاء وبيبقى الامراض ايه يعني. بصوا حاجة كده فاخر من الآخر. بصوا بقى الجمال، ايه رأيكم؟ بصوا كده انا بقى خلاص خلصت، عايزة اقول لكم شكله تحفة، مش عارفة بقى الكاميرا جايباه يعني كده ولا لا، يعني الطريقة زي ما انا شايفاه. اتمنى بقى ان انتوا تجربوها، يعجبكم، سهل جدا،
ومتنسوش بقى تحطولي اللايك وتعملوا اشتراك لو لسه جديد عندي في القناة، وتفعلي زر الكل عشان يوصلك كل جديد. واستنوا بقى مني فيديوهات تانية كتير، ونفسي بقى تجربوه تقولي بقى ايه طعمه عامل ازاي. ولو عملتوه بالقشطة هيبقى حكاية بس هيتخن. يلا بقى نروح بقى نوديه فين، جزء في التلاجة وجزء بقى على الكراش. باي.